عبد الرزاق الشابي. الكرة ملعوبة لياسر الشهراني، شهراني ممتاز، عدى ياسر يلعب عرضية وغوميز يسجل الثاني. الزعيم يقلب الطاولة بعد عرضية من ياسر الشهراني. يا لعيب يا شهراني، الهدف جاء من الشهراني في الثاني بعد المراوغة الجميلة. العرضية أتت من الشهراني، يمر بطريقة رائعة، هالتاني من الكرة بشكل أروع. خربين الله 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 الله، لكن شوفه حتى الله يا فنان يا فتيت يا لعيب بحبري بانك بأنها الثلاثية. يا على النقلات واللمسات، والكرة لدى كادش والأرضية لدى الهلال، هذا هو سحر الجمال. يا مثالية الله، السوبر إدواردو لا يخيب. شو ثاني أفضل من نظيرة شوط اللقاء الأول. جوفينكو يأخذ كرة، يلعب كرة ذكية لدى كريم، الأرضية هلالية. الله يا خربين، كرة لدى كريم، الكرة بعد ذلك لخربين، الدفاع يعاني. خربين على حدود منطقة الجزاء، خربين يلعب الكرة لياسر الشهراني، عرضية باتجاه ادواردو. هي ابتعدت وينها الطائر كارلوس، بوم ادواردو. يا جماعه ادواردو، كارلوس يضع الكره بشكل رائع في مرمى اليتيم بطريقه رائعه على الطائر بالقدم اليسرى. سالم توسل على الجهه اليسرى، تمريره تصل لسالم في ناحيه اليسار، سالم يحاول، سالم يمر وكره تفضل يا عمر. التعادل يا عمر، حطها براسه في شباك التعاون. خريبين بروعه بروعه بروعه، لانه امام تحدي اسيوي، لكنها ايضا تعلم بان المباراه صعبه وهامه للاستمرار بالصداره. في المرمى الهدف الثاني في صالح الهلال، 2-0 بعد تدخل من غوميز رائع جدا بالكره الماضيه، يسجل فيها الهدف الثاني لصالح الهلال. 2-0، غوميز تدخل رائع جدا. عنده كرة لهتان، هتان ينقلها باتجاه غوميز، غوميز وانطلاقة ممتازة هلالية في جهة اليمين. غوميز 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 عدى 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 ولعب عرضية ادواردو. مدرجات الآن في مدرجات محيط الرعب، يصنع الفرح في مدرجات محيط الرعب. تقدم بيلعب الكره الى جوفينكو، جوفينكو عرضيه متابعه الصويبه. يا رب هذا جوفينكو بعد ذلك، والكره العرضيه. شوفونا استلام نواف اللي تقدم وكمل وارسل الكره، لكن الحديث ما زال مستمر واللعب متوقف. المحاوله التقدم، جوفينكو عدى، جوفينكو عرب، غوميز راسيه. يا رب ليست فقط في المدرجات، يا عرضيتك يا جوفينكو، انظر إلى الارتقاء، رأسية ثبتها، يعرف أين يقف، يعرف كيف يتمركز، يعرف كيف يرسلها، يفكر يشوف. يا سلام يا كريو، كانوا استلام البريك، عرضية، غوميز ينتظر، غوميز يصد ذلك العرضية من البريك، هذه الكرة بتتهيأ. الخامس جاي، المحاولة والكرة العرضية وصلت إلى غوميز. يا رب بريك، عرضية، الكرة بين المدافعين، الكرة بعد ذلك عن طريق غوميز، لكن تتقطع من سلطان فرحان إلى ياسر. عرضية حلوة 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 حلوة، عرضية مرسومة وملفوفة ومحطوطة هدية، وشوف إدواردو بيضرب بيها ازاي. صاروخ من كارلوس، إدواردو محدد الزاوية. يا عدى بمهارة، سالم يحاول اختراق الدفاع، لمسة للبريك، هذه خطيرة الهلال، كرة عرضية، سيبا سيبا يا إلهي.
الهلال جميلة كعادة سيما في الزاوية البعيدة. الله يا سيباستيان، لكن وين بدأت الهجمة؟ من وين بدأت الهجمة؟ رد هدية سالم الدوسري، كاريو مع سالم كاريو، الله على التمريرة يا كاريو، على اللمسة يا سالم، على النهاية جوميز، عالمي كاريو يا كاريو، سالم بالاسيست، بوم 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 بوم، اتغني في الشباك النصراوية، رباعية رباعية، واي قسوة يا زعيم، اي قسوة يا زعيم، اي قسوة يا زعيم. الامام بدا الله يلعب كورة على اليمين، الان سالم يتقدم، يبحث عن العرضية، يبحث عن العرضية، لعب العرضية، تسديد، الله الله الله، بالنقلة الجميلة، هو النظرة اللي وضعها الآن سالم، عيني على النظرة، ووضعها على الهداف اللي الآن أصبح تعادل مع عبد الرزاق حمد الله ب19 هدف، ووصل إلى هدف رقم 40 له في الدوري. الهلال يسجل أول أهداف المباراة.